باش غادي يخدموا. ثانيا كيسدوا واحد العجز اللي ما كنحسوش عليه الادارات اللي كاينين في الجامعه بحال التعليم او بحال الجامعه نيت او لا. الحمد لله انه كاين معنا الاخ المستشار سي ملوي اللي هو ممثل داخل الجمعيه، يعني هنا غادي تكون واحد الشفافيه لليقين، غادي تكون على عينه على ديال داك الشيء اللي غادي يتصرف في هذه المواد اللي غادي، وغادي تكونوا على عين على شحال الترصد ديالهم، وغادي تكونوا على عين شحال بقوا شحال تصرف. هذه مساله واضحه باينه ما عليهاش غموض. وشكرا شكرا سي وردي على التدخلات ديالك والكلمه ديالك اللي هي بكل صراحه تتبكي بهذا المصطلح، ولكن نتمنى انه تكون صفحه جديده ونمشيو بهذا البلاد لقدام، لانه ما عمرها تلقى بحال هذه الفرصه هذه اللي فيها جوج الاحزاب كبار في المغرب. يعني كان علينا غادي نجيبوا اكثر من هذا الشيء اللي كنتمناو باش يجي، ونتعاونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبالفضل ديالكم غادي نوصلوا ان شاء الله. سي حميد بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد القائد، السادات والسيدات المستشارين، السلام عليكم. تحيه. فيما يخص هذا البرنامج ديال ورش، اولا كنتمنوا المجهودات ديال السلطات الاقليميه والمجهودات ديال الجمعيات المحليه اللي خدات بعين الاعتبار انها تساهم ولو بقسم داكشي اللي عندها على المستوى المحلي وحتى على المستوى الجهوي. فبرنامج ورش، حنا محظوظين ان الجماعه ديالنا تستافد من ورش، لان هذا المشرف هو ورش ملكي وتيحظى بالعنايه ديال المسؤولين على جميع المستويات فعلا، لانه غادي يوفر واحد المجموعه ديال فرص العمل اولا للشهدين المغربي والمواطنين اللي يستحقوا يشتغلوا. غير هو لان التدبير ديال هذا الورش، هذا لان الجماعه مسؤوله والجمعيه مسؤوله والمجلس الاقليمي كذلك مسؤول. المجلس الاقليمي هو اللي غادي يمول. الجماعه غادي تمول واحد القسط اللي خاص بشي تجهيزات بحال هكا مازوت كذا شي حاجه بحال داكشي باش تقدر يخدموا الماتيريال ابروبريي للدوك الامريكي. غير هو الجمعيه اختارت واحد المحور اللي هو البيئه، والبيئه كما تلاحظوا راه متشعبه. مثلا في الجامعه ديال تيموليك البيئه مثلا فيها قشجار، فيها مستانه، فيها مثلا الصيانه ديال المرافق العموميه الى غير ذلك، فيها مثلا هادشي ديال النفايات، فيها بزاف ديال غير هو الجمعيه هي اقترحت انها تشتغل في هذا المحور ديال البيئه، ولكن الجماعه خصها دير جهد ديال الانشطه اللي غادي تشتغل فيها هذه المسائل. اذا من خلال هذاك الجهد ديال الانشطه تيبان اشنو هي المصاريف اللي ممكن دابا نحولوها باش نخصوها لهذيك الانشطه. اذا الجمعيه باقا تنتظر منكم باش تعطيوها جدول ديال كيفاش تشتغل. جدول واحد الانشطه شايده مثلا، ويتصور مثلا السوق الاسبوعي مثلا شنو اللي خصو، مثلا المقبره شنو اللي خصها، كذا الى غير ذلك الى غير ذلك. من هنا غادي تحدد الجماعه المصاريف اللي غادي تقترحوا دابا بناء على طبيعه، لان راه غادي نقترحوا واحد الرقم تما ما عارفينش شنو الهدف منه. اقول قولي هذا. في السيد المستشار، مثل هذه النقطه اعطينا مقترحات، راه باين كل واحد بين التيمول كل واحد. انا قلت لكم مثلا النفايات شحال غادي تطلب؟ مثلا باش اما نحولوها ولا نحرقوها ولا ندبروا ليها شي طريقه، مثلا شحال تطلب؟ بحال واحد الدراسه ميدانيه، ماشي
كي تجمعوها شي لجنه حسب التجميع ديال الميزانيه وغادي يحددوا مثلا شحال غادي يكفى مثلا السوق الاسبوعي شنو اللي خصو مثلا شحال غادي يكفى مثلا الجاردينه شحال غادي يكفى كذا على اثر هاد الانشطه هادي حيدوا المبلغ اللي غادي يتصرف. اما المجلس الاقليمي هو راه تيعطي التعويضات بالنسبه للمجلس. شنو الفجر جاوبت على ثلاثة د النقاط اللي قلتي لي هي النفايات وهي السوق وهي الحدائق. هذا هو اللي فهمت من السيدي ديالك. انا مجرد اقتراحات ربما تكون شي حاجة. شي حاجة اللي غادي باش نصوتوا عليه قول لي شي حاجة اللي باش نصوتوا عليه باش نعرف. وإذا بغيتي تجاوبك على الثلاثة جاوبك على الثلاثة اللي قلتي لي. هذا النفايات كما تعرف راه سي السولي راه بدا في الاجراءات باش يدير يجيب داك الشاحنه راه بدا في الاجراءات المسدس السي السولي داك الشيء راه بدا في الاجراءات باش يجيبوه من عند الشركه لوجيستيك باش يجيب بداك الاعتمادات اللي كنا جبنا من الداخليه غادي يجي الشاحنه. اولا الغازوار راه كاين في الجامعه الحمد لله راه كاين الفائض كاع في الغازوار في الجامعه النفايات تنفكروا وفكروا معايا انتم ممكن نديروا نمشيو شي بلاد لتاح ونمشيو نديروا السياج وسميتو بدا يمشي هذه البيت ديال تيولي الخدمه الا كاينه الشاحنه وكاين الميومين الدراري اللي خدامين هنا راه يبدا يديو واحد المره في السيمانه ولا جوج مرات في السنه غادي يكمل داك الشيء اللي كاين ويبدا يتحرك ولا تشوفوا لي الحل تما شري واحد السكر ولا شي حاجه ديروا السياج وداك الشيء وكل الاحساس عليه تقدر تحطو في الماكينه تنفكر دابا حاليا راه دابا نشوفوا كيفاش غادي يدير اتفاقيه مع بني ملال ولا كونتاكتير بني ملال داك الشيء غالي داك الشيء قالوا لي تعبروا داك الشيء السوق الاسبوعي عطينا مقترح هذا شنو غادي يدار لي واش غادي نقولوا ليه انت واش يتعاود ليه واش يتعاود ليه سي سميتو دار ليه البوردوره ونجيبو له المقال مرخصين الا كاين الشاحنات اللي يهزها فابور عندهم نطلبوهم نجيبوهم داك الشيء ونديرو بحال فوران نديرو البوردوره ونديرو الزاقي ونديرو داك الشيء حنا مستعدين ما عندنا مشكل ولكن البرنامج اش ما غاديش كيفاش؟ البرنامج راه ماشي بحال ما قلتي هما غير فهمتي الهدف هو توفير فرص للشغل ولكن نوجدوا لهم الباطلين باش يخدموا الصباح غادي تعيط عليا السي حميد تقول لي خصني اربعه بروف ناس تتبعوا السي البارا هي اما ديالك نقول لك انا ما عندي باش نسجلهم لا هذا الشيء اللي درت عليا الا قريتي هذا سميتو شي راس السي بارا باهي الا تسمعت راه اللي تهز راه غادي يكون واحد سجل اسمه خارج من الجامعه قلنا الجيل راه باين الجيل راه يجي الشجر داك الشيء درنا حتى صغيره اقترحت على السي الاخوان اللي في الفيديو الشيء قلت تشجير تشجير قال شي واحد فيكم تشجير اقترحت لان قلت اشنو اللي كنا بناء الشجر نشريو الشجر ونديروه في بلايص اللي خاويين الشجر ممكن غير شمع شرا اشرف هنا ها هنا فصل خاص بالاشرف ورا الشجر نزيدوها 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 نحيدوا اللي ما اللي عندنا في الجماعه اللي عندهم مقترح انا ما عندي مشكل عطيهم مقترحات المقترحات ماشي دابا سي درا فاش انا باش نعطيك مقترحات فين الوقت باش نجبدو سي